السلام عليكم احبائي ومرحبا بكم جديد في القناة. اليوم تجربة او فيديو عن هاتشين جرو داك. هاتشين جرو داك خديتها من ليك شور ليرنينج ستور. تجربة عن كيفاش كتفقص البيضة نتاع البيضة, وهاد البيضة خديتها ب $2.99, وكاين الانستراكشن او الطريقة كيفاش تستعملها, لان هاد التجربة كتستغرق 48 حتى 72 ساعة, 48 حتى 72 ساعة, سو خاصها شويه ديال الصبر. التجربه كديرها مع وليداتك باش كيعرفوا شي حوايج اللي هي خصك تطبقيها معاهم. وكما قلت من ليك شور لوني ستور, كناخذوا الماء فشي اناء وكنوضعوه البيضه حتى تغطى بالماء وكنخليوها, الا ان هاد البيضه ما غاديش تشقق حتى اليوم الثاني. بحال مثلا انا اللي خديتها مع 7 د العشيه في اليوم الاول, لا غد ليه مع 7 د العشيه عاد شققات ليا واحد الشقيقات غير صغيورين ما بان حتى شي حاجه, بحال مشققه غير من الفوق. وبعد يومين حتى 7 د العشيه من اليوم الثاني, يعني مده 48 ساعه, عاد تحل الراس نتاع البيضه وبان الراس ديال البيضه كما كتشوفوا في الصوره. تجربه رائعه. انا الولد او الطفل ديالي تستمتع, وكل ساعه كنمشيو نشوفو وكنقولو فوقاش غادي تفقص البيضه. anyway, تجربه استفدنا منها بزاف, خصوصا الطفل اللي عنده 5 سنين, وحتى البنت ديالي عندها غير عام حتى هي شاركتنا التجربه. كنتمنى ان هذا الفيديو نال اعجابكم, ونتلقاكم ان شاء الله في فيديو مقبل او لاحق ان شاء الله. Thank you so much for watching. Bye.